السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بلقائكم في حصة التربية البدنية مرة أخرى لنقدم لكم درس اليوم للصف 11 الدرس 5 بعنوان الخداع بالكرة ثم التمرير ثم التصويب. والآن مع أجزاء الدرس. السلام عليكم يا متعلمات، سوف نتعرف في درس اليوم مهارة الخداع بالكرة ثم التمرير ثم التصويب. يعتبر الخداع من المهارات المهمة في كرة اليد، ويتم الخداع عندما يكون اللاعب مراقبا عن قرب من قبل لاعب منافس، بحيث يقوم بحركة ما تجذب انتباه الخصم وتهيئ نفسه للدفاع ضدها، فيتبعها بحركة أخرى سريعة في الاتجاه المطلوب. وتقسم طرق الخداع إلى الخداع بدون كرة، الخداع بالكرة. الإحماء والإعداد البدني العام: المشي في خط مائل مع تبادل حركة الذراعين مع القدمين، مع مراعاة استقامة الظهر والنظر للأمام. الزحلقة الجانبية على خطوط الملعب يمينا ويسارا. الجري بالمكان مع لمس القدمين باليدين خلفا. الجري مع التحرك للأمام ولمس القدمين باليدين خلفا. الجري مع رفع الركبتين عاليا. الإعداد البدني الخاص: باستخدام السلم الأرضي، الوقوف جانباً، تمرير الكرة للزميلة بأخذ خطوة داخل وخارج السلم. يجب مراعاة سرعة الأداء والتوافق العضلي العصبي. الوقوف: أداء خطوتين بالمكان وتعدية الستبس بخطوة واحدة باتجاه اليمين ويكرر باتجاه اليسار. تكرار هذا التمرين يساعد على التوافق والقوة العضلية للرجلين. الوقوف: تعدية الحاجز بالوث ولمس إحدى العصا الموجودة بالقم. ويكرر هذا التمرين لتحقيق الفائدة لتقوية عضلات الذراعين. الوقوف: تنطيط الكرة ثم التوقف عند الوصول للقمع مع تغيير الاتجاه بهدف تنمية عنصر الرشاقة والدقة. أداء نموذج كامل المهارة: أداء الخداع مع أخذ 3 خطوات داخل الدوائر المرسومة يمينا ويسارا. أداء مهارة الخداع مع مسك الكرة:
أداء مهارة الخداع مع مدافع إيجابي. أداء مهارة الخداع ثم التصويب. أداء مهارة الخداع ثم التصويب مع وجود مدافع إيجابي مع تغيير المراكز. أداء مهارة الخداع لتشتيت المدافع ثم التمرير والتصويب. الأداء الكامل لمهارة الدرس. تمارين التهدئة والاسترخاء تساعد على التقليل من الجهد وتساهم في ارتخاء العضلات وتزيد المرونة العضلية وتهدئة الجسم وإعادته لوضعه الطبيعي. الخداع هو مجموعة من الحركات يقوم بها اللاعب ليقوم بخداع لاعب الفريق المنافس، ويقوم اللاعب بالخداع إما بجسمه كامل أو جزء من جسمه. يقوم اللاعب بالخداع بعكس اتجاه حركة المهاجم، وهكذا يتخلص من دفاع الفريق المنافس. شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمشاهدة، متمنين لكم وقتا مفيدا، ونلقاكم على خير في الدرس القادم.